فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت نصابا وحال عليه الحول، فهل أخرج الزكاة مباشرة أو أقوم أولا بالخصم منه مصاريف السنة من مسكن وملبس ومركب؟ المستقبل هو الماضي، اللي أنفقته تخرجه منه، تحسبه منه، أما اللي مستقبل لا، ما تحسبه، تخرج زكاة المال اللي معك إذا بلغ النصاب، تخرج وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته. نعم.